الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو بادر جاي حنات مهنا جاي أو بادر مكان بحنا شيخ قديم بح شيخ أحمد منطقه بدخو منطقه الحمد لله عم بتبع الخو هو جامد مولود مو كتبع الفاش خو هو جامد مولود ما شاء الله إيه مكتبع الفاش خو الله يسعبه مهلوف إيه أبا بحل الفاش خو وصل زومي جبل بلاتي قبت أما إيه نسوا نسوا ذو قبا أما أمام بيتاستي بقول الفاشنا الحمد لله ما شاء الله مولود جيبي أو بادر بي خاصة مثل قبل كثرة أو بادر بي أما الجميع من ناش مولود هنا بجي تفرق هاي حيبنا لغو بير محرم بي نقلاما محرم بي أشورة هلنا أشورة بي مولود هلنا سفر بي شيخ عشيم و شيخ بادر جمع مسنا هدف بزانا يا مجد جيبي مولود هلنا ربيع الأول جدار مولود هلنا ما شاء الله ربيع الثاني علي مولود هلنا قام ربيع الثاني بين بابا سندات جمادو الأول جمادو البرخد لزيارة هلنا جمادو الثاني علي باب سندات زيارة هلنا رجب بي ميراج هلنا حيوان حي بي شعبان بي حيوان حي هلنا أزوكو سوم سومن بحشي مدنم ولكن ساسا سومن زوم أطور لنا على يذكر وايبك شوال بيه محشي مدنم زبير الحديث بخمس هل كيدة بيتغان هل كيدة بمولود حي مراهي أما تلاحالو زوم واحد كل زوم مولود زلاش نبي حد وحريم هلو في الزل مولود وحريم إيرو إلا رمضان زلتا إيه مستي ما تهلت المولود قدر الناج باباش سنة بزنسان يو الناج باباش سنة باباش سنة بزنسان الزوجة بيتنا قد جبهنا بقلاش ما تاجل بقلاش ما تاجل الزوجة مولود فايدة زو مليدة مولود فايدة زو هاتان رسول ما تولزيو قدروا رسول ما تولزيو ما قدر انت هاتان يزو انت رسول ما تولزيو ذات يو قطبت موشا كلمة بكم برنافون زو النبيو ايام قطب موشا الزو ايام زو بطئ ملتوا اما جمعهم مولود أشوغل يانسي بيوت البلا الرسول بي يقدر بيومي مولود قدر زو ناك أف بي نيم دازانا ملتا أف بي سيم دو متي جتهزا شي ملتا يعني ما أما جميع أم أورتي أمالت زو مولود أشوغل رسول بي يانسي بيوت البلا يقدر بيومي رسول قدر زيو يرضى انت مولود بقيت رسول مقدر زنا ورسول مودز زنا ورسول بدأت قلبه زنا رسول بدأت قال انا قال ما بدأت قال انا رسول بدأت قال انا قال الله نوق امنا الله نوق ازانا ازيو بدأت قلبه انا قال انت ازيو هر وليتنا ما ازيو بدأت قال انا قال احد كتم بريم كنت تقبل لنا بي ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ازو قد ازيو بدأت قال انا ما ازيو وانت قتلنا ما ازيو والودد نقل أحد كتم بريمة لدبي يا الله بارك لنا نغني بزار أوكينا سمزي والقيق اللي قل دواز نبي ميقل بيم آخر بيم إيه تمام درجة الله جسد أيو نبي مقدر أزيو متولزيو مقدر أزيو متولزيو سير أزيو مقيق اللي أما الجميع إنه إجلاي بفردي إنت واجب إنت سنة زوال تام أزوغت إنت سنة زوال تخيط الحبري نعم بعد وقعت إذا لاشده يلوك سنة لاشده يلوك على بعد وقت يبي زالج لي يلو خيسم زالج لي على كل حال الحمد لله النبي مولود لي الله وبرد النبي مولود لي الحمد لله بولد يهو رسول دزيو كل سام قارزنا بمن برت هلبا قارزنا بكل سام سلوات مش هلبنا والدايسنا ودلي ما هلبنا أزيو دزيو أزيو دزيو نتين دهنا ميقل قارزنا بسلوات مش بيت قارزنا ب والدايسنا الناجو مرة هلبا وسلوات نايسانا كذا ذكر نايسانا كذا مرة هلبا أو عيو يا سيما تبارك الله قد مرة هالبيو والدايسنا ييو قبل انت ييو انت لو خلوف عشاء داخ والدايس يولي حشي ما حدك هالبيو سلوات قارجيب موشة هالبيو فاتو الرحمن اخني علي سلوات بجي شيخ ما شيخ عايز كتبه سلوات حن رسول مودزنا ونقل حتى ناربا زانا اوغا ازيو بسلوات مبزح بينتا والدايسنا ييشي وانناك بمن سحل بيو بابايسنا الناك يزا هذا قلونا كتبه بي. ما ييلو خو كله أجيب زالزوم، الدب زالزوم، قارزوم بكل سام سلوات يا شيو،
مسخيب واي شيء بهر لي يغني يلو خو حلو 12 إن شاء الله بعد وقت من الله لين دوار بختم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اعتب كل سائل سؤله وبلغ معموله على ما يرضى الله ورسوله. يا ربي بعد ما شنا بعد يوم امان شنا برا ومان بحر ومان يربها من تفبها من. يا ربي نتواني ازنا ايدي كنوزنا بوردنا حاجزنا كل وسلوشنا فاجزنا وخابوشنا تودا وتودنا لا وانتنا شو السبك ارهنا ونبقى ولتنا قاني بغترنا تفرنا. يا ربي هرجوني قلنا بسبب امتحنا قلبي وقوة مخلنا. يا ربنا ودود انت غادة تخاو بقلب ملعنا ايمان واتودنا احلي زوبهم اتودنا تودا البس تلحنا بري وحبنا ايجاب وقلتنا زود ادخال ازيخان خاكوت بخلنا زود ادخال ازيخان خاكوت بخلنا زود ادخال ازيخان خاكوت بخلنا حربي ورحبي مغني البخاني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على شفينا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم اغفر له أول صاحب جوز نخط بالنعمة أخاو صواجه ومراقاجه ومتفجر لبايتي أسرها مسجو جنة نخط بالنعمة زوك الصو دي أيام زاد دلاغاجين دايمو ساتي بد دلاغ زاد دلاغاج حلو ساتي زاد أجبا ينده ساتي زاد دلاغاج ما بينا بي جمع أورتي نتور لنا مشيت ذكري سلوات تحليلات تسبيحات من الهولانا زوك الصو أربع أورتين سلوات حالنا سلوات من الهولانا اسمين أورتين همشت جوز قرآن واه الله يسكراش وأورداش حنا في مسألة الله يدسات سدلاقاش حنا أزوجه سو أمس سدلاقاش حنا واحد ذات دلاقاش حنا واحد واحد بيعيا ماش حلو مطول الوزن يا ماش مولود خم بعلا يا ماش بيعيا ماش بعدين أزوجه سو أمس بيعيا ماش أرفا مكارف أوتي يوم سالك مولود ميراج أشورا يوم سالك بيعيا ماش حلو ما دومون زيو بدي أعمل كل هذا إلّا أعمل في نتفول ما مولود نشوفه أنا أعمل إلّا سلام ميسي أعمل في راسه حتى نشوفنا بارام نقول ما كل شيء نشوفه أنا أعمل ليه ليه ما سرح كربي أجوا بعد ما تلوس وأج هي تاعه مكيرة حلبيو هي تاعه وبرغام موش حلبيو هي تاعه ليه وأنا أنا كنت وقفي يقوم ذا الشيء هالشيء مكان هالبني أول هالشاشي نعم وقفي أو أشاك هذا هو ذا هالشيء أسرعوا هالشيء نعم ولك أذوان دناي أسرعوا هالشاشي أذو أسرعوا هالشاشي بيبوب ذا القوي بين ذا هذا أنا هذي مكان أخذوا هالشاشي كله تناسعات 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 ما يتهدر بها الشيء إعلام يتهدر بها الشيء ده هاد وقفي إن الشيء مكان هالبني يو بالغارة شو نكوت قاتي بالغارة أبغى هاشي نبي يو نثير لا هي أتاي ويرسو كوت بابا يسوي تاني دا أمي يسوي تاني دا هي أتاي بالغارة شو ما هي أتاي كهرو كوت أخا إنها تازة نبي إنت لحد يوم بلاي بلاي
اسكرم كل شيء زوم اسكرم شنو خطه دي باباش انا ذكرك كنت نايت نفسي زنا ولا حدنا ما وسكت الموت ما بدلكوا على موسينام عمر زين يفقد لنا هالبعين لما بدل الموت نفسي زنا ولا حدنا ما هي تاعي تاريخ تاعي انت باباش انا تاعي انت هي تاعي متكرا حلبا باباش انا هو شيء مقان البام الزلبه هي تاعي ولا حدنا ما انرنا محل يفقد لنا كشيء ولكن خلصت به نبغي كل شيء شلونك الزهاده ديجا ناي تاخذ بلا يقول بها لي اي شلشت بيت انت مثلا يوغا بيا خالد زاني بو حالك دوي ما يجي لوايتي قاعد يبغى ربو هاي سلام يا ترى من يرى من في الدار موشا يتقبل هون زاد بيقول القران الله بالبر وشيو الله رزق الوقت بيو ايه نقصنا ونحتاج كنت اهو لم سنة ابو ايه ستنة هو كل ان شاء الله مرحبا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم آت كل سائل رسوله وبلغ ما أمره ولا ما يرضى الله ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين على الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلو على ما يرضى الله ورسوله يا رب زياده وشغل يا رب اشرب الخلق وتفرض وصلى الله على اشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على دوائنا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليما نبالا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمهدرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين
إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليه مشبهين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدهدين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين إلى يوم يبعثون لبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه حجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمهدرون سبحان الله أما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين واصبر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدي على المرسفي يقول قرأت في يوم وليلة 300,000 ختم و60,000 ختم في كل درجة 1,000 ختم وكذلك بلغنا أن سيدي أبي مدين المغربي أن ورده كل يوم كان 80,000 ختم كل يوم تبارك الله بالحروف والألفاظ فقال نعم تبارك الله يا ابو انا جاي انت 80,000 وقت بارك لي والله وقت زي يجمع خلاص قران بيرفع شلون ازاي جسته افزي متيم قرا القام زي يجمع قرا مثلا تبارك اجي زيوم اقل زيوم كل التايزيوم قران مسي قرا مثلا قرانك سبحان الله ولا يبا يمزو افزو متيم مقرب جلد ملك استقام زي يجمع والله ان هو خلاص تكرار مش بيرخو صح يقرب قام زي يجمع واشحال تسخير عشان ايه خلاص أفزيوم إنزيوم أزنزيوم كل التأزيوم يقرأها القرآن تبارك الرحمن تواشنو نشيو الله يلهم لنك أمين حق الختم الله يلهم لنك الكثير والتعام الله يلهم لنك أمين حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام للمرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله بدوك أجي وذا لك تواشو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعطِ كل سائلين سؤله وبلغ معموله ولا ما يرضى الله ورسوله يا ربي قرب زال وما يشنى روحك بزال وما يشنى باد وما يشنى بادية وما بر وما بحر وما يربى من دف بحمان يا ربي كل عاجزنا مسلمنا فاهمين يا تواني إذن بجزن ورد لنا بحق الشيخ بجاه المصطفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم شفينا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليما أزاق الصوم أمريكان بين بجيح الصوم في كورونا بين بزاخانا الدنيا لحالة بين بزاخانا الدين أزونا سوزوم نزوم الله فيك عشان يكون حرف زوم الله سلام كل تايب مدلك ودعوشو
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع القحط والبلاء والجور والفتن والبلاء والوباء. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا من سبقت رحمته وغضبه أدركنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا غياث المستغيثين ربنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا ولا بما فعل القلوب. فرج القلوب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على شفينا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. وصلى الله على اشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. من الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على جوارنا محمد وعلى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بشر ما خلق من شر غاسق الى حد. ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. شفيعنا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فعلا بكرامة هذا الولي الصالح اقضي حاجتنا حوائج المسلمين. اللهم نهدي الثواب ما قدرناه إلى هذا الولي الصالح وانفعنا بكرامته واقضي حاجتنا حوائج المسلمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا المقام الولي الصالح الشيخ بدر في مدينة هرر المحروسة عاصمة الهرر رحمة الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على شفيعنا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ثوابنا قرأناه ونور ما تدعوناه وصدق ما صدقناه وسائر خير أعماله ما قدمناه نقدمه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جنابه الشريف إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع قطب الأولياء في كل مكان وإلى روحي القطب الولي الصالح الذي نحن في مقامه الشيخ بادر وجميع المسلمين والأولياء والصالحين في هذه المقبرة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم يا غفور الرحيم اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين اللهم اغلق عنهم أبواب النيران وافتح لهم أبواب الجنان اللهم اجعل قبرهم روضا من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كرمتي يا الولي الصالح والأولياء الصالحين أمدنا بأمدادهم وانفعنا بأسرارهم وانفعنا بعلمهم وكرامتهم ويسر أمورنا وأمور المسلمين. اللهم اكفنا ما أمن بما شئت وكيف ما شئت أنك على ما تشاء قدير. اللهم ارحمنا رحمة الأبرار. اللهم أوصنا بالدعاء أعطيه لكل واحد منا سؤله وحبائبنا لمن أوصونا بالدعاء يقضي حوائجهم وحوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وعيوننا من الكذب وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. اللهم اقضي حاجتنا بكرامة هذا الولي والأولياء الصالحين واحفظ بها أولادنا واهدي بها أولادنا ويسر بها حسابنا واقضي حاجتنا في الدنيا والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من جميع الأمراض
اللهم احفظ المرض الكرم جميع الامراض ماشي لطيف ماشي انك على ما تشاء قدير. اللهم انصركم جميعا خير ما سالك من نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسالكم من جميع مشاكل ما سال من نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على شفيعنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وسلم زيارة إن شاء الله. سبحان الله in this grave of Sheikh Badr, many great scholars, awliya, the Sheikh of Sheikh Abdullah, his Sheikh, who, subhanAllah, prayed and lived prayer in more than 40 masjid are here. SubhanAllah, rahmatullahi alayhim. This is Sheikh Badr cemetery inside. وبيد الفاتحة فور أرواح المؤمنين والأولياء الصالحين في هذه المقبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كير الشيخ كبير خليل الشيخ الرائع الشيخ عبد الله الشيخ الكبير عبد السلام. His father is الشيخ خليل. This is the cemetery. This is the sheikh that led the prayer in more than 40 مسجد at the same time. It's called شبح. إني كرلك الشيخات الشيخ عبد الله الحمدي سات الشيخ كبير عبد السلام يطالب بالدعاء زي ما يقول يسات شو أبغى من تقول شيخ خليل أحمد البلاني كارب مسجد البلاي ثاني كل سنة يا سكر الجنة سبحان الله. هذا الولي الصالح الذي هو شيخ الشيخ ما شاء عبد الله هو شيخه شيخ عبد السلام وهذا والده كبير خليل أحمد أيوب الذي أما الناس في فئة واحد أكثر من 40 مساجد رحمة الله عليه ونفعنا بكرامته آمين. هذا في مقام شيخ بدر هذا الذي يوجد فإلى روحي الشيخ أحمد خليل في جلال الشيخ كبير خليل أحمد وجميع الأولياء والصالحين في هذه المقبرة نهدي لهم ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصالحين والبنين معي في هذه المقبرة وإلى كل ولي وشيخ رابع وشيخ حاشم وجميع الأولياء في مدينة حرم وفي كل مكان من المقام العالمين. اللهم اغفر لهم يا غفور رحيم. اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم بذنبهم يا أعفو الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا غيرهم واغفر لنا من المسلمين أجمعين يا رب العالمين. بكرامه هؤلاء الصالحين ارجو حاجاتنا ويسر امورنا واقضي حاجه محمد المسلم ولما اوصانا بالدعاء اقضي حاجته يا ارحم الراحمين. سبحان ربي رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
وسلم وسلم على اشرف الازهار محمد وعلى ال محمد اللهم صل وسلم. The last Emir of Harar is this one. The last Emir of Harar. آخر أمير زنا أمير الله كبر. فاتح لك الفاتحة إلى الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
Subhanallah, 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 Subhanallah,
Thank you.